يعني أنا بس حبيت مر واطمن عليكم قبل ما أظهر من الحارة. ايوه فيك الخير يا سيدي، فيك الخير والله. عد شرب معنا كاسة شاي سيدي فارس. إن شاء الله غير مرة، بس بدي أتمنى عليكم تعجلوا شوي بفسطين أختي. ايه تكرم عينك، اصلا نحن ما لنا مقصرين، عم نركض بايدينا ورجلينا مثل ما بيقولوا، كرمال عينك وكرمال عين الخانم والست اختك. يلا بقدركم. مع السلامة فارس. عدم المؤاخذة سيدي فارس، الله معك. بالإذن. مع السلامة سيدي، لا تؤاخذنا. اللي خبرني شو اخبار الحاره، مين عم بفوت مين عم يظهر؟ اخبار كويسه سيدي. عاصم تعال هون اديها ورقه. قرب لك. ايه قرب. الله يسعدني. احنا شو عم تعملوا باخر الليله؟ كنا عم نساعد رفيقنا بسائل البستان. شو الحكي سائل بستان بالليل؟ هو رفيقنا بيحب يسقي البستان بالليل. سيدي عاصم بالنسبة لنا هو زبال حارة معروف، خليه على بيته. كتر خيرك. وهو كمان رفيق لزق 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 انا وياه. اسمع انت وياه، هالمرة رح خليكم تمشوا، بس إذا بشوفكم مرة تانية بالليل يا ويلكم مشي. كتر خيرك. يلا. يا أمك لا لا طيب. بدي عيونك 10/10 على الحارة، مفهوم؟ أمرك سيدي. يلا عسكر. وردة حلوة. إيه حلوة كتير كمان ومناسبة لك يا فارس. صباح الخير. اهلا اهلا. الله يبعد خير. شو هالمطارات؟ شو صحيح انا امبارح داهي بحاره الانوات ومفتشها كلها؟ ايه صحيح. طيب هي مو ثاني مره بتدهمها يا فارس؟ عندي شك يا ادهم انه هودي الزعران موجودين بهالحي، بس ما عم لاقيهم. الا ما نلقطهم، الا ما نلقطهم بدهم يروحوا. اكيد. شو؟ وين صاروا العيون بدهم ينظفوا؟